أما بعد عباد الله، اتقوا الله. يقول الله تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد سادتي، ينظر كثيرا إلى تقوية علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله، وسأستخدم كلمة هي تبذل ويستعمل، ألا وهي كلمة الحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. قد يسأل سائل: ما هو الطريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى؟ وقد عندما شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كما روى عبد الرحمن بن قراد في معجم الطبراني الكبير، قال: كان أناس يتبعونه، فإذا سقطت منه شعرة يأخذونها فيتبركون بها، وإذا توضأ وضوءا يأخذونه فيتبركون منه صلى الله عليه وسلم. فقال فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. قال: أتريدون أن يحبكم الله ورسوله؟ هي علاقة تكون بين طرفين. اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أمنتم، وأحسنوا جوار من جواركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنا شخصيا لو كنت أنا أبعث بقائمة طويلة، وبعد هذه القائمة قوائم، لكن الله سبحانه وتعالى ورسوله رضيا بهذه ثلاثة أشياء: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أمنتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل الذي رواه أبو هريرة: يا أبا هريرة، إذا أحببت أن تكون معي في القيامة فأحبني حبا لا تنسى، وعلم أنك لن تنال ذلك إلا بثلاث أشياء: بالشوق إليه، وكثرة الصلاة عليه، واتباع سنتي. يعني أنا أقول في هذا المقام، من لم يكن كثير الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يشتاق إليه، ومن لم يكن كثير الصلاة عليه فليصلي عليه، ومن لم يكن بارعا في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم فليتبع سنته. هذا القلب وعاء خلقه الله سبحانه وتعالى. ونظر كما روى ابن مسعود عن في مسند الإمام أحمد بن حنبل: نظر في القلوب فلم يرى قلبا مثل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته، ثم نظر فاختار هؤلاء هذه القلوب لصحبته صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا تأخر بنا الزمان نشتاق بقلوبنا إليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشاعر: حرام على قلب تعلق بالهوى، يكون لغير الله فيه نصيبه. يعني هذه القلوب ينبغي أن نملأها بحب الله تعالى وحب شعائر الله. شو يعني شعائر الله؟ يعني من كلام الله، من رسول الله، من بيت الله، وما إلى ذلك. فهذه الشعائر التي جعلها الله سبحانه وتعالى واسطة لنا لكي نحب الله سبحانه وتعالى عن طريقها، نحن شخصيا لا نرى الله سبحانه وتعالى ولا نسمع كلامه، لكننا تشرفنا وتفضل الله علينا بمعرفته عن طريق هذا القرآن العظيم الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة، وهذه الرسالة التي تشرفنا بها. يقول الله تعالى في سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول في سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأنا شخصيا عندما أنظر إلى نفسي بما أرادني الله سبحانه وتعالى أن أحفظ هذه الكنوز من معرفته ومن معرفة رسوله ومن دخول بيته، أجد أنني غالق بنعم الله سبحانه وتعالى، وبغي لي أن أشكر الله سبحانه وتعالى. ونحن في زمان
قال عنه صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا مع القليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بقوله ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني نحن مغمومون بنعم الله سبحانه وتعالى، وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام علينا. فلذلك ينبغي أن نقدر هذه النعمة قدرها، وأن نعرف ما أقامنا الله سبحانه وتعالى فيه. وهذا ليس، والله أقسم بالله، ليس عن سابقة استحقاق منا. في أناس أكثر منا أخلاص، وفي أناس أكثر منا أموالا، في أناس أكثر منا متاعا ورياشا، لكن الله سبحانه وتعالى من حكمته اختارنا لكي نكون ممن يؤدي هذه الرسالة. قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينبغي أن نعرف قدر هذه النعمة، وأن نقدرها قد قدرها، وأن لا نجعلها في مراتب أو مصاف غيرها من النعم من الله سبحانه وتعالى. نحن غارقون، أكرر، نحن غارقون في نعم الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندما أنظر إلى نفسي، وعندما أنظر إلى من حولي، لا نجد عملا يصلح برؤية الله سبحانه وتعالى. وقد بشرنا الله سبحانه وتعالى في سورة يونس عندما قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ليس بعمل ولا بجهد ولا فلذلك ينبغي أن نقول بلسان الحال قبل لسان ما قال: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك وقوتك، ولا تخطئ في فهمي. يعني ما دمنا نحن في هذه الحياة الدنيا، نحن تحت تأثير الأوامر والنواهي الإلهية من فروض ومندوبات ومكروهات ومحرمات وما إلى ذلك. يعني ينبغي أن نحافظ عليه ما دمنا في هذه الحياة الدنيا. أما الله سبحانه وتعالى فله حضرة الإطلاق، ويقول للشيء كن فيكون. وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية أنه قال صلى الله عليه وسلم: لو عذبني الله وابن مريم بما كسبت يداي ما ظلمنا شيئا. يعني ما أحد يستطيع أن يعترض على الله سبحانه وتعالى في حكمه إذا أراد أن يدخل جميع الناس الجنة أو جميع الناس النار. لكن نحن ما دمنا مقيدون في هذه الحياة الدنيا، ينبغي أن نقيد أنفسنا، وخاصة أصحاب الدين مننا ينبغي أن نقيد أنفسهم بالأوامر والنواهي التي وردت عن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله ثم الحمد لله. يقول سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عبد الله بن مسعود: لماذا أنا أقول هذه الرجلين؟ لأن أحدهما نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكرمه الله بالوحي، والآخر قال: إثمك علي أن تسمع سوادي وترى مكاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال كلاهما: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله. وهذا الاصطلاح للحديث لم يكن شائعا في زمنه صلى الله عليه وسلم، فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيا. وهذا نتيجة طبيعية لكوننا نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأكمل الخلق، فلذلك نحن لا نعرف حقيقة، وإنما نحاول أن نتعرف إليه كما ندبنا الله سبحانه وتعالى إذ قال في سورة المؤمنون: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله أمركم بأمر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال سبحانه وتعالى: إن
إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة وأهل بدر وأحد والحق والحديبية وعن أزواج حبيبك وعميه وسبطيه رضي الله عنهم أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع على الهدى أمر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أقر عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أمته. اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض لطفت بالأجنة في قبور أمهاتها، ألطف بنا وبسائر المسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نقدر هذه النعم التي أنعمت علينا ونحن غرقى فيها ونعترف بهذه النعم، اجعلنا شاكرين لها مثنين بها عليك يا أرحم الراحمين، ولا تطردنا عن بابك يا أرحم الراحمين بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وسر الفاتحة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أقم الصلاة.